بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن السكرينينج باستخدام برنامج ريان. اتكلمنا عن السكرينينج بشكل سريع كده في السلسله بتاعه السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسز، ولكن في اكتر من حد في الفيديو ده كتب في الكومنتس ان هو عايز شويه تفاصيل متعلقه بالتكنيكال ستيبس بتاعه ازاي يتعامل مع ريان ذات نفسه. فقررت ان انا اصور فيديو كامل اشرح فيه السكرينينج بروسس كلها على ريان بتتم ازاي. فلو انت مهتم بالفكرة السكرينينج على برنامج ريان، هات كده المشروب بتاعك وتعالى نتعلم كل التيبس والتريكس المتعلقه ببرنامج ريان. اول حاجه تعمل ساين ان في الويب سايت بتاع ريان، بعد كده نعمل ريفيو مع بعض. هنسمي الريفيو ده مثلا الفيديو، الفيلد بتاعه في الميديسن، الريفيو تايب سيستماتيك ريفيو، الريفيو دومين مثلا في باي ميديكال. ممكن تكتب ديسكريبشن عن الموضوع، ممكن تروح عامل كرييت على طول. طيب بعد ما بتعمل كرييت للفيديو، يعني اعتبر ده زي الفولدر بتاعك كده، ممكن تعمل سيلكت الفايلز. بعد كده نختار الفايل اللي نزلته على باب ميد كده، حاجه بسيطه خالص فيها 10 ريفرنسز. عملنا ابلودنج للفايل، هندوس كونتينيو. طيب فاحنا كده معانا ال10 ريفرنس زي ما احنا شايفين اهم، دول ال10 ريفرنس undecided، في maybe، في included، في excluded وما الى ذلك. ودول شوية كده زي كلمات مفتاحية keywords for include، يعني انت مثلا عايز انك تضيف الكلمات اللي الحاجات اللي فيها كلمة randomized، فممكن تسلكت هنا keywords for exclude لو انت عايز تطلع الحاجات دي تعملها exclusion، ولكن دي كلها يعني عناصر مساعدة. هنا مثلا post acute covid دي كلها topics او كلمات كده هو يعني شافها في الفايلز دي بشكل سريع، بحيث انك لو انت عايز تسلكت اي حاجة منهم. لو انت عايز مثلا هنا تسلكت اللوكيشن، عايز كل الدراسات اللي اتعملت في تشاينا، هتدوس مجرد ما دوست تشاينا هروح يجيب لك كل الحاجات اللي اتعملت في تشاينا، الحاجات اللي اتعملت في لندن مثلا، فهو هيجيب لك كده لندن وتشاينا. تقدر تدوس هنا تاني بحيث انك ترجع، فدول الدراستين اللي اتعملوا في لندن بس. طيب وهكذا بقى البابليكيشن، عايز مثلا هنا تسلكت ان الميتا اناليسيس، فهتدوس هنا سلكت ميتا اناليسيس فهيعمل لك فلترنج للميتا اناليسيس بس، وهكذا. يعني دي كلها فلترز تقدر انك تختار الفلتر، يعني عايز حاجات اللي اتعملت في 2022 وتكون اتعملت في الصين، فانت كده اخترت عنصر بتاع الصين. لو انت شايف كده هتلاقي عليه علامة الاصفر، وتحت كده هتلاقي عنصر 2022 هتلاقي عليه علامة الاصفر برضه. فده معناه ان الثلاث دراسات دول في 2022 والثلاث دراسات دول موجودين في الصين. فدي كلها عوامل المساعدة تقدر انك تعملها سيلكت زي ما انت عايز براحتك، بحيث انك تشوف يعني السكرينينج بتاعك هيتم ازاي. اول خطوة بتتم عن طريق انك بتقرأ العنوان. انا مثلا قرأت كذا 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 العنوان اهو، وبعد كده قرأت الابستراكت. طيب في عندي اوبشنز من الاوبشنز كتيرة، يعني هتلاقي كل التفاصيل الموجودة هنا زي ما احنا شايفين، اما ان احنا نعملها انكلود، او ان احنا نعملها ميبي، او ان احنا نعملها اكسكلود. لو عملنا اي حاجة من الحاجات دي هتلاقي هنا الاكسكلود لونها احمر، الميبي لونها ابيض، والانكلود لونها اخضر. طيب انت ممكن هنا تحط ليبلز زي ما انت عايز تحطها، ممكن تحط هنا نوت مثلا ان انا I have مثلا included this study because كذا كذا كذا، تروح كاتب محتوى معين وتروح تدوس سيف، فكده انت حطيت نوت اهو. تمام النوت بتاعتك هتلاقيها موجودة هنا، دي النوتس اهي. طيب احنا دلوقتي المفترض الخطوة بتاعت السكرينينج دي بتتم عن طريق شخصين، يعني المفترض الخطوة بتاعت السكرينينج بتتم عن طريق شخصين، واحد اسمه محمد مثلا، واحد اسمه احمد، الاثنين هيعملوا سكرينينج التايتل والابستراكت، يقرأوا العنوان ويقرأوا الابستراكت ويشوفوا الدراسات دي انكلودد معانا ولا اكسكلودد. وبعد كده في شخص ثالث، علي مثلا، الشخص ده هيعمل حاجة اسمها سولفينج للكونفليكت. يعني ايه سولفينج للكونفليكت؟ يعني مثلا محمد اختار الدراسة دي انكلودد، ولكن احمد اختار الدراسة دي اكسكلودد، وبالتالي هنا في كونفليكت، في مشكلة ما بين الاثنين، هي الدراسة دي هل فعلا هي انكلودد ولا هي هل فعلا اكسكلودد. فكده احنا محتاجين رأي حد ثالث يقول القرار النهائي في الموضوع. القرار النهائي ده هو ده بيسموه الكونفليكت. طب الكونفليكت ده بيظهر ازاي اصلا؟ خليني اوريكم بيتم ازاي. فاحنا هنا تكملة للجزء، احنا عملنا هنا مثلا ده انكلود، وبعد كده احنا عملنا ده اكسكلود، وبعد كده هكذا الجزء ده ميبي مثلا، بعد كده الجزء ده انكلود، واحنا قرأنا الدراسات وكتبنا النوتس بتاعتنا وتأكدنا من كل الحاجات بتاعتنا. طيب احنا عايزين دلوقتي نضيف اوثر معانا كمان على اساس ان هو يعمل نفس الخطوة دي. طيب برجع للصفحة الرئيسية، وبعد كده بختار الريفيو بتاعنا، بعد كده بدوس على انفايت. انا على سبيل المثال بعمل انفايت، هل الشخص ده كولابريتور ولا هو ترانسليتور ولا ريفيور ولا فيور؟ كولابريتور ده يبقى ساعتها الشخص ده ليه حق ان هو يعمل معاك الخطوه دي ذات نفسها. بتحط الايميل بتاعه،
زي ما احنا شايفين احنا حطينا الايميل هنا، وممكن تبعت له رساله بتقول لك، ممكن تقول له مثلا I would like your help in the screening process، تمام. وبعد كده تروح عامل له invite، بيقول لك الانفيتيشن سنت سكسسفلي. زي ما احنا شايفين هنا جاي الايميل، مستر محمد النجار has invited you to collaborate مع السيستماتيك ريفيو، والعنوان اسمه فيديو، عنوان الريفيو، والمسج I would like your help in the screening process. تقدر ان هو الشخص ده يخش من هنا من على اللينك ده على طول، او ان هو يعمل اكسس للريفيو، يروح داخل على الريفيو زي ما احنا شايفين كده. فالريفيو هيفتح معايا نفس الشكل هنا، يعني هنا انا كان محمد، هنا الاسم منا. طيب فاحنا هنا برضو الاندسايدد 10، تمام. يقدر ان هو الشخص ده مكتوب هنا بلايند از اون، يعني الشخص ده مش شايف انا اخترت ايه ولا انا شايف هو اختار ايه، فهو ممكن يبدا يختار مثلا ان الدراسه دي اكسكلودد، ان الدراسه دي انكلودد، وهكذا. يعني مثلا هو اختار الشكل اللي احنا شايفينه ده. هرجع انا بقى كمحمد، لو فتحت الريفيو كده هنلاقي ان هو البلايند از اون، وهنا مثلا انا البرسنتج بتاعتي قعدت 3 دقايق، والسيشن في 1 سيشن عملت undecided كعدد دراسات 50%، عملت حاجات ميبي، عملت حاجات انكلودد، عملت حاجات اكسكلودد، ومنا عملت undecided 7% في 2 انكلودد وواحده اكسكلودد في 1 سيشن. فمجرد ما احنا ندوس blind is off واحنا ندوس هنا اوكي okay، فكده blind is off. فلو دوسنا شو هنا للريفيوز نفسه هنلاقي هنا ظهر عندي ان هنا محمد وهنا منا، هنا محمد عمل انكلود وهنا منا عملت اكسكلود، هنا محمد عمل انكلود وهنا منا عملت انكلود. طيب الدراسه اللي احنا شايفينها بالشكل الفلاني ده زي ما احنا شايفين هنا كده، وهنا الدراسه دي عملت حاجه اسمها الكونفليكت. فزي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، هنا كلمه كونفليكت، المفترض الاوثر بيعمل انفيتيشن للشخص الثالث زي ما احنا وضحنا، بيدخل على الفلتر بتاع الكونفليكت ده، بيكون ظاهر قدامه برضو، ويعمل له سولفنج للكونفليكت. يعني ايه سولفنج للكونفليكت؟ يختار ان هي الدراسه دي انكلودد ويسمع كلام مثلا محمد، او الدراسه دي اكسكلودد ويسمع كلام منا. فكده الخطوه الاولى خلصت، اللي هي خطوه التايتل والابستراكت، يعني الناس كده قرات العنوان وقرات الابستراكت. طيب انا قرات العنوان والابستراكت، عندي اختيار من 3. اول حاجه ان الدراسه دي تبقى انكلودد في الخطوه اللي بعدها، يعني انكلودد في الفول تكست، ان احنا هنقرا التكست بتاعها كامل، او ان هي تكون اكسكلودد، فده معناه ان احنا طلعناها، او ان هي تكون ميبي. ميبي يعني احتمال تكون معانا واحتمال ما تكونش معانا. وبالتالي اللي احنا هنضيفهم في المرحله اللي بعد كده، المرحله اللي بعد كده احنا قلنا عليها اسمها ايه؟ اسمها الفول تكست سكرينينج. هضيف ايه بقى في المرحله اللي بعد كده؟ هضيف الانكلودد فولدر او الانكلودد فلتر، وهضيف الميبي فلتر، لان احنا الميبي ده انا شاكك هل هو هيكون معانا ولا لا. فالانكلودد والميبي هضيفهم في المرحله اللي بعدها وهي الفول تكست. طيب الفول تكست ناس كتير بتسال الفول تكست ده بيتعمل ازاي؟ بكل بساطه الدراسات مثلا اللي معمول لها انكلودنج هنا، والدراسات اللي معمول لها ميبي، دول الدراسات اللي احنا محتاجين ان احنا نعمل لهم ابلودنج للفول تكست. فهتلاقي هنا كلمه ابلود بي دي اف فول تكست، فانت ممكن تاخد العنوان بتاع الدراسة دي كده وتبحث عنها، او انك ممكن تاخد الويب سايت هنا على طول وتروح داخل على الدراسة. زي ما احنا شايفين احنا نزلنا الدراسة، فهتيجي بقى على الدراسة دي وتروح عامل ابلود، بعد كده تروح مختار الاد البي دي اف فايل، بعد كده تختار البي دي اف فايل بتاع الدراسة دي وتدوس ابلود. فعلى سبيل المثال هدي الدراسة اللي احنا عملناها ابلودنج، هتلاقي علامة البي دي اف هنا، فالعلامه الصفراء دي علامه ان الدراسه دي موجود فيها البي دي اف. طب هيوصل للبي دي اف ازاي؟ هيعمل سكرول بسيط، اي حد هيحابب يقرا التكست ده او الدراسه دي هيروح داخل كده هيدوس هنا هتلاقي البي دي اف اتفتح. فده بالنسبه لنا احنا كده، ده في محمد اهو. طيب احنا لو فتحنا مثلا فده الجزء بتاع منا، نعمل له ريفرش، هتلاقي ان هو بالفعل البي دي اف اتحط هنا. فده بالنسبه للطرف الاخر منا، هندوس هنا مثلا مين بي دي اف، هيروح برده فاتح البي دي اف از منا، وبالتالي يقدر يقرا البي دي اف، ويقدر يختار ان مثلا لا الدراسه دي انكلودد معانا، وبالتالي كده كل الاشخاص عملوا انكلودنج. بعد ما بتخلص مثلا انت عايز تنزل الدراسات اللي هي الانكلودنج دي، بتروح عامل اكسبورت. بعد كده بيقول لك اكسبورت لكل الدراسات ولا الفلترد. الفلترد هنا احنا مختارينها ايه؟ احنا مختارين الفلترد بتاع انكلودد. فلو عايزين ننزل مثلا الانكلودد والميبي، فكده في مجموعه اهو من الدراسات، لو مثلا الميبي ودوسنا اكسبورت هتلاقي ان الفلتر دي دراسه واحده بس، انما مثلا لو دوسنا الانكلودد
ودوسنا اكسبورت هنلاقي ان هي 3 دراسات، فبتختار ان هما 3 دراسات وتنزلهم مثلا بالريفمان او بالاند نوت او باي حاجه من الصيغه دي اللي انت هتشتغل بيها بعد كده، وتدوس اكسبورت هيجي لك ايميل فيه الاكسبورت بتاع الفايل بتاعك. وبكده نكون شرحنا جزء الابلكيشن بتاع برنامج ريان وبتاع السكريننج. لو حد عنده اي استفسارات يكتب لنا في الكومنتات تحت، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم وتشتركوا في القناة، ونشوفكم فيديوهات تانية نحاول ان احنا نطبق السلسلة بتاعت السيستماتيك ريفيو من منظور شوية كلام نظري ليه حاجات تطبيقية زي ما احنا شفنا في الفيديو ده. نشوفكم فيديو تاني. سلام عليكم.